إحساس مثلا صوته في الحرم وضروري الريفيرب يصير زحمة، لكن خامة الريفيرب وراء عاطي إحساس أنه في الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزاير في حلقة من حلقات سوالف هندسة، وحلقات سوالف هندسة غالبا شباب مواضيعها مواضيع جدلية. أنا أحاول أكون في النص، لا إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف، أكيد إلي وجهة نظري وقناعتي الخاصة فيني ربما تكون إلى واحدة من هذه الجهات، لكن غرضي من هذه الحلقات أن أطلع عليك الأمور وأنت تكون الحكم فيها. فبالنسبة لي اليوم موضوعي هو عن زحمة الريفيرب، يعني الريفيرب واستخدامه المبالغ فيه. اولا شنو هو الريفيرب؟ الريفيرب طبعا الصدى احنا نسميه، اللي يعني شوف الصوت اللي انت لما قاعد في مطبخ مثلا، قاعد في كراج، قاعد في صالة رياضية، لما تتكلم تسمع صوتك مثل سرداب البيت وانت بكرامة دورة المياه، لأنه يتردد فيها الصوت بشكل كبير جدا، فيصير هذا الريفيرب بالإنجليزي، احنا بالعربي نسميه صدى، وحقيقة أعتقد يسمونه دوي. هذا الريفيرب من الأدوات الأساسية في أعمال الهندسة الصوتية، لها استخدامات كثيرة أنا بتطرق إليها، لكن اليوم أبغى أبدأ في مسألة التعامل مع الريفيرب. طيب يا أبو رضا، الآن وين المشكلة في الموضوع؟ الناس تستخدم الريفيرب، وين نقطة الجدال؟ طيب نقطة الجدال يا شباب في أنه يعني قمنا نسمع أعمال يحطون فيها ريفيرب بشكل مبالغ فيه جدا، وفي أعمال ما تنحط فيها ريفيرب. الجدل في أنه يقول لك حط ريفيرب واجد علشان تعطي العمل جمال، والطرف الثاني يقول لك لا تحط ريفيرب واجد لأنه ما تحتاج الأعمال إلى ريفيرب وقد تأثر على الكواليتي في الموضوع. أنا بحاول في هذا النقاش يعني أدخل في النقاط اللي متعلقة في الريفيرب واستخدامات الريفيرب وكل هذه الأمور علشان نفهم كيف نستخدم هذا الريفيرب، وهل كلامهم هذا صحيح، هل كلامهم هذولا صحيح ولا لا. فأكيد الآن نبغى نعرف استخدامات الريفيرب، وين يستخدم الريفيرب؟ أكيد بلا شك في صوت المؤدي أو صوت قارئ القرآن أو مثلا صوت الفويس أوفر اللي مثلا يلقي شعر. لما تستخدم هنا الريفيرب، أهمية الريفيرب هنا أن ما في معاه أي صوت من الأصوات اللي ممكن تضاف في التوزيعات الموسيقية أو التوزيعات الصوتية، فالريفيرب بالنسبة لهذا الصوت هو الأساسي اللي قاعد يعطي هذا الصوت، خلنا نقول قاعد يرفع من هذا الصوت ومن جمالية استماعك إليه. فهنا يقول لك أنا ما عندي شيء أضيفه إلا أني أضيفه أنا ريفير. هذا استخدام من استخدامات الريفير. الريفير مثلا يستخدم في عمق الأعمال الهندسية على الصولو، طيب، ومع الأصوات الثانية مثلا كورال، الإلهات، الإيقاع، الجيتارات، الأصوات اللي موجودة في العمل يستخدم برضو فيها الريفير. فأنت لما تستخدم الريفير في الصوت اللي فاضي ما فيه ولا حاجة، فإلك فكرة من وراء استخدام زحمة الريفيرب اللي انت اضفتها، لكن لما تروح هناك مع كل هذه الاصوات وتجي تستخدم الريفيرب بهذه الكمية الكبيرة، هنا جالك الجماعة قالك انت حين قاعد تخرب على جودة العمل لان الريفيرب قاعد يسوي لك دوشة داخل المكساج. هذه النقطة الجوهرية في موضوع الريفيرب. طيب الآن خلينا نتكلم عن مسألة وجود الريفيرب في هذه الأعمال، يعني كون أن الريفيرب هذا زحمة واجد، هل هو مثلا يطمس العمل؟ وهل إذا طمس العمل الأصوات الثانية ما عادت موجودة، هو يدخل داخل معاهم في الميكس؟
هنا المشكلة يا شباب أن رداءة التعامل مع الريفير وبرضو استخدامه بشكل مبالغ فيه تطيح في هذه المشكلة. فيجيك المهندس اللي يقول لك لا أنا أستخدم الريفير بالإحساس العام، يعني يحط لك ريفير ويدخل الأصوات ويقول لك هذا الميكس الآن اسمعه جميل، بغض النظر إذا كان الريفير واجد ولا ما كان واجد. فهنا هو إلى وجهة نظر الآن، يعني هو مو معتمد على أن الريفيرب هذا غير أنه جزء من الميكس، يعني هذا اللي أقصده. يعني مثلا لما يطفي الريفيرب تشعر أن العمل فاضي، لما يشغل الريفيرب تشعر أن العمل صار مليان. هذه هي وجهة نظره، ويتعامل مع الريفيرب مثلا في تراك الريفيرب يحاول يصفي ينطف وما أدري وشو ومن هذه الأمور. فهنا هو مختار أن يكون الريفيرب هو الأساس في إعطاء العمل هذا الجمال، يعني هم يحطون ياهم الديلي هذا اللي يتكرر. فهو واثق أن الصوت المؤدي أو المنشد مسموع مع وجود الريفير بالكمية الكبيرة. طيب إذا ما كان هو عنده هذه الخبرة فقطعا ولا بد هو محظوظ أن العمل صار نظيف أو العمل صار مطموس وكأنك أنت فلت هذا العمل أو الميكس في مغطس ماي. حقيقة هذه وجهة نظر. الشخص الثاني اللي يقول لك أنا أتعامل مع الريفير على حسب الحاجة، يعني استخدامه للريفير أنه يعطي دبس يسموها بعد في العمل، يعني على قد حاجته. يعني مثلا يحط الفوكل في الريفير بحيث ان الفوكل يكون مثلا شوية كأن داخل غرفة، فإله هو غرض من استخدام الريفير بهذا الشكل، يعني يكون لك غرفة ما يكون مثلا إحساس الريفير الصوت لازق واجد في المايك، فيحط الريفير بحيث انه يعطيك إحساس انه ابتعد شوية عن المايك، يحط لك ريفيرب ثاني يعطيك إحساس الغرفة، يحط لك ريفيرب ثالث يعطيك الامتداد. فبالطريقة هذه هو قاعد يخلق لك عمق إلى الصوت هذا اللي وضع له ريفيرب. فهنا وكأنما هو قاعد يحاول يعمل لك ثلاثية أبعاد داخل الميكس، هذا ساعده الريفيرب في أنه يحقق الغرض هذا. طبعا الاستخدامات هذه المتعددة إلى الريفير زي ما قلنا كلها لها وجهات نظر، لكن احذر أنك أنت تنتظر أنك تكون محظوظ أن استخدمت الريفير بالطريقة المبالغ فيها وأن العمل ما زال نظيف. فخلينا أجي الآن إلى الناس اللي ما تحب تستخدم الريفير بشكل مبالغ فيه، وطبعا مو إحنا أكيد الأجانب ما يستخدمون الريفيرب بشكل مبالغ فيه، يشغل لك الريفيرب ويطفي على أساس أنه يعني انوجد الريفيرب صار فيه ريفيرب طفى الصوت صار ناشف، ويتعامل مع الريفيرب بهذه الطريقة لأنه عنده الآلات وعنده الإيقاعات وعنده الدنيا كلها، فيقول لك أنا ما بيخلق لي الريفيرب غير إضافة أو بعد في العمل، مش البعد الثريدي اللي تكلمتك عنه، لا يعني كأنه يعطي لمسة ناعمة على الصوت بحيث أنه يكون متميز عن بقية الأصوات اللي هو قاعد وياها. طيب هل استخدام الريفيرب يأثر على جودة العمل أو ما يأثر على جودة العمل؟ خلينا نقول مثلا استخدام الريفيرب اللي كواليتي عالي واجد، أنا بصدق الكلام هذا وبأقول لك إنه في ريفيربات جودتها عالية وفي ريفيربات جودتها رديئة من حيث يعني طريقة التردد حقها الأتاك فيها، يعني في أشياء كثيرة. وإحنا هل فعلا نعرف إن هذا الصوت إلى الفوكل ولا هذا الصوت إلى الإيقاع ولا هذا الصوت؟ احنا ما ندري هذه الامور. انا الصراحه انصحكم تتعرفون على هذه الاشياء، تبحث وراء لما استخدم هذا الريفيرب تشوف في المنيو حقه هذا الريفيرب يناسب وش، يناسب الفوكل ولا ما يناسب الفوكل. فلما تروح انت تستخدم هذا الريفيرب وتقول ان هذا الريفيرب مثلا ريفيربات الويفز جودتها عاليه واستخدامها جميل جدا وانا استخدمته بشكل كبير، واستخدمت الليكسيكون مثلا مشهور الليكسيكون، واستخدم مثلا الياماها الهول حقهم واجد احب استخدمه، واستخدمت ريفيربات واجد انواع، لكن الشيء الاساسي اللي انا ابحث عنه في الريفير ان يعطيني الاحساس العالي ان الصوت صار عالي وان ما اسمع الريفير،
أنا إذا ما سمعت الريفير أقول إن الريفير بهذا كواليتي عالي واجد، لكن من ضمن الخصائص في الريفير إنك أنت تخليه ثقيل أو تخليه خفيف، يعني الدنس حقي يسموها الدنس، الدنس عالي واجد أو الدنس قليل، فأنت لما تزيد الدنس وترفع الريفير بتسمعه، لما تقلل الدنس ما بتسمعه. فهي مو فكرة إن الكواليتي في الريفير نفسه، في الخصائص، أنت تعلم الخصائص حق الريفير، هل أنت تبغى الريفير بهذا مسموع، هل تبغى الريفير بهذا مو مسموع. في الحالة هذه أنت قاعد توصل إلى استخدامه، فلما تستخدمه بشكل مبالغ فيه فأنت من خلال هذا استخدامك للدنس قدرت تتحكم في هذه المبالغة اللي أنت بالغت فيها، وإذا ما استخدمت بشكل مبالغ فيه واستخدمت بشكل ناعم فأنت برضو ما أنت محتاج برضو أن تستخدم هذا الدنس. فإذا القضية مش في الكواليتي حقة الريفير نفسه، أنا أقول لك من البداية قلت لك خلينا نصدق، لكن طلع فيه شغلة ثانية، لا والله ما هي معتمدة على الكواليتي الريفير، معتمدة على خاصية موجودة في الريفير هم حاطينها لك، الدنس خليه خفيف خليه ثقيل، أنا هذا اللي أقصده. فأنت لما تروح للريفير ما فيه الدنس هذه وتقول والله هذا الريفير كواليتي عالي، يا أخي هم ما حطوا لك الدنس علشان لا تتحكم فيها، عشان يقول لك خلاص احنا نبغاه هذا خفيف. فلما أنت تستخدم الريفير وغرضك أكيد أنك توصل إلى أجمل شيء يعطيك الريفير، فخلينا أقول لك مثلا وين أنا وجدت الريفير واستخداماته يكون جميل. وجدت استخدامه يكون جميل أكيد في الفوكل، لما تحطه بالشكل اللي يعطيك علو في الفوكل، بغض النظر إذا أنت كنت احترافي في استخدام الريفير أعطيت هذا العلو بدون ما تعطي فيه الثقل الزايد وكأنه يصير مسموع فأنت وصلت. برضو في الآلات لما تجي تبغى توزع، ممكن ما أستخدمها في الميكس بس لما أجي أوزع في الآلات وأستخدم الريفير يعطيني جمال، يعطيني حس جميل في التوزيع. في الميكس إذا حطيت الريفير برضو وقعدت تحاول توزن الأصوات مع بعضها، وحتى لو كان الريفير واجد أو قليل لكن قاعد يعطيك شعور، مثلا اللطمة العزائية لما يكون فيها الريفير، فأنت هذا الإحساس يعطيك جمال في العمل. مثلاً الصفقة لما تكون الصفقة تعطي جمال في الميكس. فاستخدامات الريفير برضو جميلة في مكانها. أنا مو غرضي أقول لك كيف تستخدمه بشكل جميل، لما أعطيك أمثلة أن لو أنت فهمت للريفير لما تستخدمه بشكل مبالغ فيه، ولما تستخدمه بشكل ناعم، ولما تستخدمه يعطيك بعد كاستخدام الثريدي، أو تستخدمه على طريقة يعطيك جمال لآلاتك في التوزيع، فأنت الآن احتويت فكرة الريفير، وما عادت مسألة الجدل أن أنا أحط ريفير واجد ولا أحط ريفير قليل. هذه مهمة، تبحث عن طريقتك في استخدام الريفير لكل غرض أنت تستخدم الريفير في شنو. بهذه الحالة أنت بتعرف بتقدر جمال الريفير. ويمكن الآن يعني وصلنا بالمعرفة والخبرة عند المهندسين حاليا إلى هذه المفاهيم، أن أنا لما أستخدم الريفير على عمل ما فيه أي آلة أستخدمه بإحساس يعطيني الجملة اللي أبغاها. يعني أعطيك مثال، مو ضروري أن مثلا لما قارئ قرآن تحط له ريفير بزحمة علشان تبغى تشعر بالجمال، لا، يمكن تحط له ريفير بإحساس مثلا صوته في الحرم، مو ضروري ريفير بيصير زحمة، لكن خامة الريفير بورا عطي إحساس أنه في الحرم. فأنت ما استخدمته بشكل مبالغ فيه لصوت واحد فاضي ما في أي حاجة وياه، تستخدمته بفكرة عطتك جمال، عطتك إحساس يوداك إلى مكان معين. فبرضو هذا هنا لما تستخدم الريفير تستخدمه بطريقة احترافية إن صح التعبير، عطتك منه فكرة حتى وهو صوت واحد. فهنا أنا قصدي أنك أنت تتعامل مع الريفير بوعي، صنف لك هذه كل الأفكار اللي أنا ذكرتها وفي أكثر منها شباب، صنفها وشوف، جرب، سوي لك تجارب، الفكرة الفلانية اللي قالها أبو رضا، الفكرة الفلانية اللي قالها أبو رضا، الفكرة الفلانية اللي قالها أبو رضا، ابحث جرب كيف تستخدم الريفير، سوي لك سيتنج خاص فيك، فهذه الفكرة في هذه الفكرة في هذه الفكرة. أنا هذه نصيحتي شباب، لا تتعامل مع الريفيرب على أنه مجرد فلتر تحطه وتمشي عنه، لا، حاول تستفيد من الريفيرب بأكبر قدر ممكن. أتمنى ما أكون طولت عليكم في هذا المقطع، وهذا كل شيء بالنسبة لمقطع اليوم. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.